ورد عن الإمام الحسن عليه السلام: من أراد عزاً بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فلينتقل من ذل معصية الله إلى عز طاعته. هل تريد أن تكون عزيزاً ولا عشيرة لك ولا سلطة لك؟ هل تريد أن تكون القوي وأن تكون لك الهيبة؟ عليك أن تفهم أن العزة لله جميعاً وأن القوة لله جميعاً وأن الله يعز من يشاء ويذل من يشاء، ولذلك رتب علاقتك مع الله. من أراد عزاً بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فلينتقل من ذل معصية الله، ففي معصية الله الذل، لأنك إذا عصيت ربك سخط عليك وغضب منك وحكم عليك بالنار. أما إذا أطعت ربك فإن الله يرضى عنك، وإن الله يحول القلوب إليك، لأن الله هو مقلب القلوب وهو الذي يحول بين المرء وقلبه، وهو الذي يرفع شأنك في الدنيا ويرفع شأنك في الآخرة.